وشاركنا كابتن حسن وانت يعني رجلك في الملعب. انا بحس ان الحاجات اللي طلعت ديت الاحتفالات وانه هيرفي ناروا بيتكلم معاهم في اوضه اللبس وبيحفزهم في مباراه الارجنتين والحاجات دي كلها بتعمل حافز كمان للاعبين وبتعمل حافز للجماهير بشكل اخر. مش يعني انا برضو بصراحه يعني انا لو كسبان الارجنتين ما انا لا هقعد اهيص شويه هقعد احتفل شويه غصب عني يعني مش بشكل طبيعي. رايك يا كابتن حسن؟ لا اكيد طبعا انت بتكسب الارجنتين في نجوم العالم كلها في احسن لعيب في العالم ميسي يعني الناس كلها حتى في ناس بتنتقد ميسي ده قاعد يتكسف يتكلم عليه يعني صح. ميسي انت وانت انا ساعات بتكسف اقول للاعيب ايه يعني قلد ميسي كده لان مفيش حد لعيب في العالم هيبقى زيه لان يعني ما شاء الله كسبت الارجنتين بميسي بالظبط فانت لازم تحتفل ولازم تعمل كل اللي انت عملته بس هو ممكن يكون ايه الموضوع زي اوفر شويه يعني ان انت مثلا عربيه مش عارفه ايه وحاجات ده اوفر شويه انت المفروض تفرح وتفكر في اللي جاي يعني مثلا تفرح يوم خد بالك ما حصلش الكلام اللي اتقال ده في السوشيال ميديا انه مش عارف يعدوا كل واحد مش عارف ايه وعمله مش عارف كل واحد لا لا ما فيش الكلام ده هو بيتكلم على الاحتفال انا قصدي ان انت حتى عرض يعني انت ممكن تصور كماده وثائقيه بقى بعد الانجاز بتاع السعوديه ان شاء الله يكتمل ويوصل دور 16 بس يعني كابتن حسن كان موجود في قائمه منتخب مصر في 2006 وكان كابتن حسن شحاته بيحفز اللعيبه يعني على ما بنسمع يعني وكان اغاني وطنيه والكلام ده كله تخيل الحاجات دي لو اتصورت مثلا قبل المباراه النهائيه مثلا واحنا معديين السنغال في 2006 انا بقول مثلا وزعناها تمام المهمه لم تكتمل ده من وجهه نظري ما كانش ليها يعني سياق شويه ان انا اعرض التيم توك ده او اللي يحصل تسريب لي ما بعد مباراه الارجنتين ده هيخلينا بنقول ان احنا مكتفيين بالفوز على الارجنتين واحنا مش هنكمل بس هي النقطه ممكن برضو بشكل غير مباشر هي النقطه برضو بيبين للناس احنا ايه السبب المكسب ما انا هو بيبين للناس احنا كسبنا ليه برضو. المحاضره كانت عامله ازاي التحفيز كان عامل ازاي طب ما برضو جوارديولا لما كان مع مانشستر عمل الاغنيه وجاب وخلاه ده ما بعد بقى يا كابتن يعني الفيلم ده اتعرض يعني اتعرض وده ده مشهور دلوقتي ان بيتعمل افلام للانديه على مدار السيزون كامل احنا خسرنا المدرب اتكلم ازاي كسبنا احتفلنا ازاي جوه اوض اللبس فانا شايف ان هي بتبقى بعد انتهاء البطوله او المشاركه نفسها يعني ده رايي يعني بس يعني انت رأي. اكيد طبعا هو طبعا رايك يحترم وجميل وحاجه وفعلا عندك حق بنسبه كبيره جدا في الموضوع ان انت لازم تفكر في اللي جاي بس هو في اوقات بتحب ايه تبين للناس احنا عملنا ايه احنا تعبنا في ايه الراجل تعب في المحاضره ازاي عمل ايه بس اكيد ما هو احنا مش في يعني بعد المباراه كل يوم عاملين حفله وكل يوم عاملين اللي بيعرضوا الموضوع ده لا ده هو بس يعني عرضوا للناس في الفتره دي اكيد اللعيبه ملتزمه جدا اكيد مركزه جدا اكيد اللعيبه عارفه هي عندها ايه الماتش اللي بعده وادائهم كان كده يعني ادائهم كان واضح برضو لان هم برضو النهارده ضيعوا كتير قوي يعني انت فاهم النهارده ضيعوا كتير قوي طيب